بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله المحاضرة الحادية عشر في علم الأجنة. اليوم حنتناول الجزء الثاني من الإمبريونيك بيريود، يعني الديفلوبمنت من الأسبوع الثالث إلى الأسبوع الثامن، الجزء الثاني من المحاضرة اللي أعطيناها أو اللي شرحناها الأسبوع الماضي. هلا الاسبوع الماضي احنا شرحنا الديريفاتيفز اوف ميزوديرم واكتوديرم، اليوم حنشرح ان شاء الله الديريفاتيفز اوف اندوديرم، وبعد نهايه الامبريونيك بيريود حنشرح ان شاء الله الفيتال بيريود اللي هي من الثيرد مانث، يعني من الشهر الثالث حتى الولاده، الديفلوبمنت من الشهر الثالث حتى الولاده. بسم الله الرحمن الرحيم. عفوا، المحاضرة هاي حنشرح فيها الفيتال ميمبرينز اند البلاسينتا. هلا كنا عارفين انه البلاسينتا في الاصل هي بتتكون من التروفوبلاست، يعني التروفوبلاست هو بريميتيف البلاسينتا. طبعا كيف بتكون التروفوبلاست من الاصل؟ قلنا البويضه المخصب بتبقى خليه، بتصير 2 بتصير 8 بتصير 12 بتصير بسم اسمها بلاستوسيست. بلاستوسيست فيها مجموعة من الخلايا بتتميز إلى خلايا خارجية وخلايا داخلية. الخلايا الداخلية بنسميها إنرسيلماس، والخلايا الخارجية بنسميها تروفوبلاست اللي هي البريميتيف بلاسينتا. هلأ مع بداية الشهر الثاني بتبدأ يتكون عندي جريت نمبر من السكندري والتيرشري فيلاي، وطبعا هدول الفيلاس سواء برايمري او سكندري فيرشر حكينا في محاضرات سابقه على تركيبتهم وكيف البرايمري بيتحول لسكندري والسكندري بيتحول الى تيرشري، وبيعطوا راديال ابيرن زي ما حنشوف في السلايد اللي جاي، في الفيجر اللي موجود في السلايد اللي جاي. هلا الفيلاي بتبقى انشورت في الميزو ديرم وبتاع الكوريونيك بليت. هلا الكوريونيك بليت هو عبارة عن جزء من الكوريونيك ساك اللي بيحيط الكوريونيك كافيتي اللي مواجه للفيتس، يعني اللي بيبقى بين الفيتس وبين الاندوميتريوم، وبرضه هنشوفه في السلايد اللي جاي. هلا بكون الكوريونيك بليت بكون اللي بين الفيتس وبين الاندوميتريوم وبين الاندوميتريوم، طبعا الجزء من الاندوميتريوم بنسموه اللي بيكون بيشارك في البلاسينتا، اللي بيكون موجود باتجاه البلاسينتا بنسميه الماتيرنال ديسيديوا. يبقى الماتيرنال ديسيديوا مع الكوريونيك بليت مع بعض، هذا الجزء اللي بيحصر بينه البلاسينتا كلها وكل الوظائف اللي بتكون فيها البلاسينتا بتبقى في المنطقه هاي. هلا في الشهور اللي جايه بعد هيك، شهور التاليه، اللي بيصير اكستنشن من الفيلاس الفيلاس بتدخل لفوق كمان، وبيبقى بينها يعني بتبقى بين الفيلاس والفيلاس حاجة بيسموها الانترفيلاس سبيس، او اللي هي في الاصل كانت اللاكيونا. قلنا احنا اللاكيونا اللي هي بتبقى عبارة عن ما ممكن يتجمع فيها الدم بتاع المظهر عشان يصير التبادل مع الفيلاي، لانه الفيلاي فيه هو البلاد فيسل بتاع البيبي. يبقى بقى الفيلاس موجود، الفيلاي بتبقى موجوده، وبين كل فيلاي وفيلاي او في سوري فيلاس وفيلاس، بين كل فيلاس وفيلاس في لاكيونا او سبيس بنسميها الانتر فيلاس سبيس. هلا في المرحله المتقدمه هذه بعد الشهر هذه وكذا من الشهر الرابع بصير السنسيتيوم، يعني انه في الاصل سنسيتروفوبلاست سنسيتيوم بتاع الفيلاي او بتاع الفيلاس والاندوثيليال وول بتاع البلاد فيسل هم الحاجز الوحيد اللي بيبقى بين الدم بتاع البيبي والدم بتاع المضر. هلا دم الام بيبقى وين؟ دم الام بيبقى جاي من البلاد فيسلز، جاي من الاندوميتريوم بتاع اليوترس، من بيجي على وين؟ على السبيس الاندر فيلاس. والدم بتاع البيبي بيكون جاي في الفيلاي،
في الفيلاي. الحاجز الوحيد بين الدم هذا والدم هذا حاجتين، اللي هو السنسيتيوم والاندوثيليال وول بتاع البلاد فيسل. بالعكس بعكس ما كان في البريميتيف في الاول خالص في اول اسابيع، بيبقى الحاجز اربع حاجات زي ما حنحكي بعدين مش حاجتين. طبعا هنا السنسيتيوم بتبقى فيري ثين عشان تقدر تتبادل للنيوتريشن نيوترينت ماتيريال وبيست برودكت، لانه البلاسينتا او البلاد فيسل بتاع المذر بده ياخذ الويست برودكت من الفيلاي، والفيلاي تاخذ الاكسجين والمواد يعني النيوترينت ماتيريال من البلاد فيسل بتاع المذر. فعشان يصير التبادل السنسيتيوم هنا بيبقى فيري ثين، واللي كانوا فارسين في كتير سبيسز منه بتشقع وبتنزل في الانترفيلا في سبيس والانترفيلا في سبيس ويسموها سنسيتيال بلوت. هذا الفيجر يبين كذا حاجة من اللي شرحناهم في السلايد اللي فات. لو اطلعنا على اللون الأزرق في النص هذا اللي هو الفيتس، هلا متصل الفيتس بفوق بواسطه الامبلايكال كورد. لو طلعنا فوق المخده راديال ابيرنس عامله زي الشجر هيك، هذه هي عباره عن الفيلاي. طبعا سكندري وتيرشري فيلاي حسب نوعها. تيرشري فيلاي لو لك بصينا هنلاقي فوق ناحيه الفيتس ولفوق ويل ديفلوب، ولو لقينا طلعنا بعيد خالص عن الفيتس لتحت خالص حنلاقيها اندر ديفلوب او ريديمنتري. مش يعني ليش؟ لانه اللي بهمنا احنا بانه الفيتس امبلايكال كورد فوق منه وفوق الفيلاي، وبعدين باخذ من البلاد فيسل والازرق والاحمر بتاع المذر عشان يحصل النيوتريشن للبيبي. فبهمنا جدا المنطقه اللي هنا. هلا لو بصينا هنا برضه حنلاقي الشجره هذا او الريديال ابيرنس طالع من وين؟ طالع من الدائرة اللي شايفينها السوداء، وهذه الدائرة السوداء اللي احنا شايفينها اللي هي محيطة بالبيبي اللي من بعيد من برا، واللي محيطة بالكوريونيك كافيتي بنسميها كوريونيك ساك. المنطقة اللي فوق بين البيبي وبين الاندوميتريوم قلنا عليها اللي هي الكوريونيك بليت. الكوريونيك بليت هلا في دائرة فوق اسود لفوق منها اللي جاية من عند الازرق الزرقاء، الازرق بلاد فيسل بتاع المذر الازرق والبلاد فيسل الارتري والفين بتاع المذر اللي فوق اللي من الاندوميتريوم بيسموها المنطقه هذه اللي هي الديسيديوال بليت. هلا التو بليتس هذول طبعا هنا مكتوب اسمها اوتر سايتو اوتر سايتو تروفوبلاست، يعني هي لانه هي الترافو السيتوتروفو بلاست الجزء الخارجي منه اوتر سيتوتروفو بلاست وبينها اللي بقى في فوق عندي شيل برا السيدري بليت او بنسميها اوتر سيتوتروفو بلاست شيل، ومن تحت اللي هي الكوريونيك بليت. هلا بينهم البلاسينتا كلها، ايش اللي بينهم موجود؟ الانترفيلاس الفيلاي اولا اذا الشجره هي طالعه الريديال ابيرنس، واللي بينهم الفراغات هذه الانترفيلاس سبيس. هلا البلاد فيسل الاحمر اللي هو الارتري والبلاد فيسل الازرق هذول لما بيجوا البلاد فيسل الاحمر بيصب في الانترفيلاس سبيس اللي بين الفيلاي. هلا الفيلاي اللي احنا شايفينها فيها البلاد فيسل بتاع البيبي، والانترفيلاس سبيس فيها البلاد فيسل الاحمر بتاع المذر، وبصير التبادل بين التو بلاد فيسلز بتاع البيبي اللي في الفيلاي وبتاع المذر اللي هو في الانترفيلاس سبيس. هلا في هذا الفيجر هنا نمبر A ببين لي الفيلاي في الفيريس ستيج اوف ديفلوبمنت، الفيلاي عند اربع اسابيع، ونمبر B الفيلاي عند اربع شهور. هلا لو طلعنا في نمبر A حنشوف الفيلاي اللي عامل زي الشجره هاي بين واحده والثانيه موجود فراغات اللي هي الانترفيلا سبيس ونازل البلاد فيسل الاحمر
موجود فيها اللي هو بتاع المطر هذا، والبلاي اللي موجوده هذه بتاعت البيبي، هو بينزل الدم في الانترفيلر سبيس، هذا البلاد فيسل او الارتري بتاع المطر. هلا هنا مور ديفلوبد اكثر، في الفيجر بي عند 4 شهور الفيلاي وبينها الانترفيلر سبيس. هلا اللي بيفصل بين دم البيبي اللي موجود في الفيلاي ودم المذر اللي موجود في السبيس في الانترفيلر سبيس، اللي بيفصل بينهم بنسميه البلاسينتال بارير. البلاسينتال بارير هلا لو طلعنا نمبر اي على طول تحت منها نمبر سي، نمبر سي البلاسينت ببين هنا مقطع عرضي ببين البلاسينتا البارير اللي بين دم البيبي ودم الام. لو طلعنا اللي بنسميه البارير او الحاجز اللي بينهم في الشهور الاولى في الاسابيع الاولى بيبقى الحاجز يتكون من 4 لايرز اللي هي السينسيتيوم، السيتوتروفوبلاست، الكونكتيف تيشو والاندوثيليوم. هلا نمبر قلنا بي هيد هنا الفيلاي والسبيسز والانتربولار سبيس عند 4 شهور. هنا الطفل كبر اكثر، بطل في اول مراحل من الحمل، يبقى بيحتاج النيوتريشن اكثر. فهنا البلاسينتا البارير حاضين البارير فيري ثين، لدرجه انه لو طلعنا على الدي المقطع دي تحت اللي هو المقطع العرضي في بلاسينتا في الفيلاي، هنلاقي الحاجز اللي بيفصل بين blood of the mother blood of the baby 2 layers only. يعني البارير بلاسينتا البارير هنا بعد 4 شهور فما فوق في الحمل اللي بيفصل ال 2 layers السينسيتيوم والاندوثيليوم، السينسيتيوم والاندوثيليوم. كوريون فراندوزم اند سيديوا بذلك. هلا كلمة كوريون يعني يخص الجنين، والديسيديوا تخص الاندوميتريوم بتاع اليوترس بتاع المذر. يبقى كل ما نقول كوريون يبقى شيء يخص الجنين، كل ما نقول ديسيديوا يبقى شيء يخص المذر. هلا بتقدم البريجنانسي الحمل الفيلاي في الامبريونيك بول، احنا قلنا دائما في عندنا امبريونيك بول اللي هو ناحيه من الكوريون اللي هو بتبقى ناحيه الفيتاس او الجنين من الامبريو، واللي بعيده بنسميها اب امبريونيك. خلينا احنا الحين في المنطقه بتاعت الامبريونيك بول. الفيلاي الموجوده بتضلها تنمو 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 لغايه ما تعمل لي حاجه اسمها كوريون فراندوزم، وهنشوفها في الصوره اللي بعدها كوريون فرانتوزم. هلا بحدود الشهر الثالث الكوريون صورة عامة مش الفرندوزم، الكوريون بينمو في المناطق الثانية وبيعمل حاجة بيسموها الكوريون ليب، وبرضو هنشوفها في الفيجر اللي جاي أو السلايد اللي جاي. هلا جانب المذر، من جانب المذر الديسيديو بيزالز. هلا ديسيديو بيزالز، الديسيديو اللي هي الطبقة اللي بتبقى من الاندوميتريوم اللي محيطة بالجنين من كل النواحي. هلا في عندي ديسيديوا بيزالز، هذه اللي بتبقى محيطة اللي بتبقى ناحية الجنين. ديسيديوا كابسولارز اللي بتلف الكوريون كله، وديسيديوا برايتالز اللي بعيدة، هنشوفهم برضو في الفقر اللي جاي. هلا الديسيديوا بيزالز اللي هي ناحية الجنين تبقى هذا على طول مقابلة أو تبقى أوبر الكوريون فراندوزم اللي هو الطبقة الكوريون اللي ناحية الجنين. يبقى الجنين في كوريون فوق منه كوريون فراندوزم، واللي فوق منها الديسيديوا بيزالز تبع المضر. طبعا في حاجة اسمها الديسيديوا بليت اللي هي الجزء برضو اللي مقابل للجنين، وحنشوفها على الصورة هنوريكم إياها. طيب هلا الديسيديو زي ما حكينا قلنا البيزاليز هل ناحيه الجنين، هلا اللي بتحيط بالكوريون وبعيده عن الجنين بنسميها وبتحيط بالكوريون كله بنسميها ديسيديو كابسولاريس. طبعا بعد هيك بحصلها ديريش لانه ملهاش لزوم.
بعد هيك الكوريون ليف، قلنا اللي هي مطلقة الكوريون اللي بعيدة عن الجنين، بتيجي مع الديسيديو بارايتالز اللي بعيدة، وبصير كونتاكت مع بعض، وبصيروا بيعملوا فيوز مع بعض، وبيعملوا أوبليتريشن لليوتراين اليومن. يبقى اللي بيعمل لي البلاسينتا هنا حاجتين، جزء من البي الكوريون اللي عند الجنين نسميه كوريون افراندوزم، والجزء من الديسيديو اللي قلنا من الاندوميتريوم نسميه الديسيديو اللي هي الديسيديو بازالز، اللي برضو مواجهه للكوريون افراندوزم اللي مواجهه للجنين. اذا الكوريون افراندوزم والديسيديو بازالز هم اللي بيعملوا لي البلاسينتا. هلا بيحصل فيوجن بين الكوريون، في عندي امنيون امنيوتيك فلويد، وفي عندي كوريونيك كافيتي في برضه فلويد فيها، اثنين بيعملوا فيوز مع بعض وبيعملوا لي وان كافيتي امنيو كوريونيك كافيتي، وبيسموها الامنيو كوريونيك ممبرين، وبيعمل اوبليتريشن للكوريونيك كافيتي. تعالوا نشوف الكلام اللي شرحناه في السلايد اللي فات كيف بينطبق هنا في الفيجر. لو اطلعنا على نمبر A، نمبر A شايفين اليوترس وجوا منه الفيتس. هلا الفيتس فوق منه اللي شايفينها هاي زي اللي طالعه، اللي طالع اللي هي عامله زي الفيلاي اللي طالعه لفوق، بنسميها الكوريون افراندوزم. يبقى الكوريون قلنا محيط بالجنين، اللي ناحيه الفيتس كوريون افراندوزم، واللي محيط بباقي الكوريون كله بنسميه اللي محيط بال، قلنا احنا كوريون افراندوزم، واللي ملزق فيه على طول اللي هي الديسيديو من المظهر من الاندوميتريال ديسيديو بيزال، هاي اللي بس كوريون افراندوزم وديسيديو بيزال. هلا طبعا الجنين موصول بالكوريون افراندوزم بواسطه له الامبلايكال كورد. هلا لو طلعنا على الجنين اللي وجو برا الجنين على طول عند الامنيوتيك كافيتي، وبرا منها الكوريونيك كافيتي، واللي بعيد اللي محيط بالكوريون من برا قلنا اللي هي بتبقى عندي الفيلاي بتبقى ريدمنتري، فبيسموها كوريون ليف زي ما قلنا، اللي بعيد عن الجنين اللي بعيد عن البلاسينتا كمان بيسميها الكوريون ليف. هلا عندي امنيوتيك كافيتي، عندي كوريون كافيتي، عنده كوريون ليف. هلا اللي بحيط بالكوريون ليف كلهيته بعيد عن الكوريون افراندوزم بنسميها الديسيديو تبع المظهر، طبعا جزء من اليوترس بيكون لا من الجنين جوا جدار الرحم هالحين، فبسموها الديسيديو كابسولاريس، عامل زي الكبسول هيك ولافه على الجنين، ديسيديو كابسولاريس. يبقى ديسيديو كابسولاريس جايه فوق الكوريونيك ليف على طول، جاية فوق الكورينيك ليف على طول. هلأ الجزء اللي بيحيط في جدار الرحم من الداخل وبعيد عن الجنين ومش ملف بلفش على الجنين مش الكابسولاريز، لا اسمها الديسيديو بيزالس. يبقى في عندي ديسيديو برايتالس، سوري ديسيديو برايتالس. يبقى عندي ديسيديو بيزالس لازقة في الكورينيك فرندوزو وعملية للبلاسنتا، وعندي ديسيديو كابسولاريز اللي بتحيط بالكوريونيك كافيتي والكوريونيك ليف، وعندي الديسيديو بارايتاليز اللي هي في باقي جدار الرحم كله من الداخل بعيدة عن الجنين. هلا نيجي للفيجر بي. فيجر بي ببساطة شديدة هي الفيلاي اللي موجودة في الكوريون افراندوزم، عطول مواجه إلها الديسيديو بيزاليز اللي شايفينها فوق، وهذه كلها عملها للبلاسينتا. هلأ اللي بيصير هنا بأنه الأمنيوتيك كافيتي مع الكورينيك كافيتي بيعملوا فيوز وعملوا الوان كافيتي اللي اسمها الأمنيوتيك كافيتي زي ما هي مبينة هنا، وجدار الرحم الكابسولاريز الديسيديو كابسولاريز اللي لفع الجنين مع الديسيديو برايتاليز اللي باقي جدار الرحم بيلتئموا مع بعض، فبصير عندي هالحين انا ايش زي ما احنا شايفين في بي فوق مكتوب فيوزد ديسيديو بارايتاليز، الديسيديو بارايتاليز
مع الكابسولاريز والكوري اللي فتحت منهم كلهم مع بعض، والامنيوتيك كافيتي مع الكوريونيك كافيتي بيعملوا لي وان كافيتي ذاهم بعيد، فبصير هيك الجنين جوا الرحم ملي اليوتراين كافيتي وجوا منه الفيتوس وبرا منه اللي هي الامنيوتيك كافيتي محيطه فيه والبلاسينتا اللي فوق موجوده. فقر تاني زي ما شفنا في داخل الفيتوس خالص، وبعدين لو جينا هنا اليولك ساك تحت وموصول بالكونكتنج ستاك، وبعدين عندي الامنيون زي ما انتم شايفين على اليمين خالص الكوريون ليف اللي هو بحيط في الجنين من برا، وهي الامبلايكال كورد اللي واصل بالبلاسينتا. طبعا لو فوق خالص اطلعنا هنلاقي الباشيكوريون، مش مهم يعني هذه صورة توضيحية حقيقية. Structure of the placenta. لما بداية الشهر الرابع البلاسينتا في إلى 2 compartments. أول حاجة بدنا نعرف إحنا إنه البلاسينتا إلى وجهين، وجه من ناحية الفيتوس اللي هو مشبوك بالأمبلايكال كورد، وجزء من ناحية المذر اللي هو ملزق في الاندوميتريوم. الفيتال بور الفي اللي من ناحية البيبي بنسميه فيتال بورشن، واللي من ناحية المذر بنسميه ماتير أو اليوترس بنسميه ماتيرنال بورشن. هلا الفيتال بورشن زي ما حكينا في السلايد اللي فات هو عبارة عن الكورين وفرندوزا. طيب الماتيرنال بورشن هو عبارة عن الديسيديو وبيزاليس، هنشوفهم برضو في السلايد اللي جاي واللي بعده. في الفيتال سايد البلاسينتا بتبقى بوردر الحدود بتاعتها، احنا قلنا الكورنيفراندوزم، هلا الكورنيفراندوزم تحت منه في بينها وبينه وبين الفيتوس في حاجه بنسميها كوريونيك بليد، جزء من الكوريون بكون ناحيه الفيتوس بنسميه كوريونيك بليد، ذكرناه قبل هيك وحنبين لكم اياه في السلايد اللي جاي اللي في الفيجر. كوريونيك بليد في الماتيرنال سايد عند الديسيديو بيزاليس. طبعا الديسيديو بيزاليس برضو في جزء منها اللي برضو مواجه بكون عندي الديسيديو البليت، يبقى انا عندي الديسيديو البليت جزء تبع المضر من الديسيديو بيزاليس اللي مواجه لتحت من الديسيديو بيزاليس، وعندي كوريونيك بليت الجزء اللي من ناحيه الفيتوس، يبقى بين التو بليتس الكوريونيك بليت والديسيديو البليت اللي هي موجودة البلاسينتا. طبعا في بينها وبينها بين البليت هنلاقي كورينو فراندوزم وحنلاقي ديسيديو بيزاليس بين التو بليتس اللي ذكرناها. هلا مع الشهر الرابع والخامس الديسيديو بتبدأ من عند البليت تتقسم إلى سبتة تقسيمات تقسيمات تقسيمات، لكن التقسيمات هذه ما بتصلش للكوريونيك بليت عشان تقسم البلاسينتا تماما، لا بتبقى هي من فوق من ناحية المضر من ناحية الكورينو ال 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 من ناحية الديسيديو بيزاليس بتبدأ تنزل شوية سبت حواجز حواجز، لكن ما بتصلش لعند الكوريونيك بليد، فبتقسم البلاسينتا إلى أجزاء إذا بصينا من ناحية اليوترس، لكن ما بتظهرش لأنه مش كاملة السبتة للآخر من ناحية الفيتوس أو من ناحية البيبي ما بتظهرش، وبنسميها compartments أو cotyledons. cotyledons إذن بتنقسم من ناحية المضر إلى compartments، لكن من ناحية البيبي ما بتبقاش مقسوم. طبعا البلاسينتا بتبدأ تكبر كل ما يكبر البيبي، وكل ما يكبر واليوترس بيكبر اليوترس بيكبر والبلاسينتا بتكبر لغايه ما تصير تاخذ الى 15 الى 30% من كل الحمل الموجود. لو بصينا على الفيجر اللي هنا فوق خالص خالص، هاي الطبقه اللي فوق وفيها خطوط وفيها خطوط هيك، هاي اللي هي طبعا الاندوميتريوم، تحت منها هنلاقي في حاجة اسمها الديسيديوال بليت. الديسيديوال بليت الديسيديوال بليت هلا تحت الديسيديوال بليت هنلاقي في فيلاي وفيلاي وبينهم انترفيلاس سبيس
ونازل منهم السبايرال ارت اللي جاي من الاندوميتريوم والكوريون افراندوزم. يبقى هذا لانه هذا بنزل بيعطينا الدم في الانترفيلاس سبيس اللي موجود بين الفيلاي، بصير تبادل بينه وبين البلاد فيسل اللي موجوده في الفيلاي. طيب لو بصينا لتحت شويه هنلاقي الكوريونيك بليت. اذا البلاسينتا موجوده بين الكوريونيك بليت وبين الديسيديوال بليت. لو طلعنا لتحت شويه هنلاقي الامبلايكال كورد اللي في الامبلايكال فيسلز وكيف ماشيه في الكوريون في الكوريونيك بليت. طبعا الكوريونيك بليت هو جزء من الكوريونيك ساك اللي بحيط بالكوريونيك كافيتي. وشوف البلاد فيسل بتاع الامبلايكال كيف ماشي في الكوريونيك بليت عشان يعطي للفيلاي البلاد فيسل اللي بتخش في الفيلاي بتاعت الفيتال او بتاعت الفيتوس. هلا نرجع تاني نطلع من فوق من الديسيديوال بليت، هنلاقي في سبتة بتفصل بين اجزاء بتقسم البلاسينتا من ناحيه اليوترس الى اجزاء. لكن لو طلعنا للسبتة هذه ديسيديوال سبتم بنلاقيهاش واصله للكوريونيك بليت، يعني ما بتقسمليش البلاسينتا كلها للاخر. لا، لو بصينا من ناحيه اليوترس هنلاقي اجزاء كومبارتمنت. لكن لو بصينا من ناحيه الامبلايكال كورد من ناحيه الفيتوس مش هنلاقي اي تقسيمات موجوده، وبرضه هنشوفها في سلايدز بعد هيك. هاي صورة بصورة عامة بدون ذكر أي أسماء بس توضيحية عشان تبين البلاسينتا. لو طلعنا تحت خالص هنلاقي الفيتوس، طالع منه الأمبلايكال كورد اللي فيه الأمبلايكال فيسلز واللي ماشى بالعرض في الكوريونيك بليت، وطالع منها بلاد فيسلز لفوق في الفيلاي بتاعت البيبي. طبعا نازل من فوق بلاد فيسلز من المذر عن طريق الديسيديوا فراندوزم، سوري طريق الديسيديو بيزالس نازل منها وبتتبادل مع الفيلاي، اللي فيها بلاد فيزل بتاعت البيبي والانترفيلاس سبيس اللي فيها البلاد فيزل بتاعت المذر، وبصير تبادل للويست برودكتس ولا النيوتريشنال ماتيريالز بين البيبي والمذر. منظر عام للبلاسينتا، لو اطلعنا على في الفيجر هذا على الفيجر A هنا البلاسينتا بصن لها او بنبص عليها من الفيتال سايد، يعني من ناحية البيبي. الامبلايكال كورد والامنيون اللي بيحيط تحت من الامنيون الكوريونيك بليت، والكوريونيك بليت اللي بيطلع منه البلد طبعا تبع انه الفيلاي، كوريونيك بليت تطلع منه الفيلاي، وطالع من الفيلاي داخل في البلاد فيسلز او الكوريونيك فيسلز بتبقى في موجوده في الفيلاي. هلا في الشكل بي لو اطلعنا هنا هذا بصين للبلاسينتا من ناحيه الام من ناحيه الاندوميتريوم، ومشيول الديسيديو بيزال الطبقه اللي بتبقى فوق الخفيفه، فنبين كيف التقسيمات قلنا السبته السبتم و اللي مقسمه البلاسينتا من هنا من ناحيه الام الى كومبارتمنت او كوتيليدونز. وطبعا هي باينه اجزاء اجزاء طبعا ما بتبانش في من ناحيه لو بصينا من ناحيه البيبي زي الرسمه ما بتبانش الكوتيليدونز او الكومبارتمنت فيها في ايه، لكن باينه في بي لانه السبته ما بتوصلش للاخر، يعني ما بتوصلش لعند الكوريونيك بليت. فهنا باينه طبعا الكومبارتمنت او الكوتيليدونز اللي في البلاسينتا. الفول تيرم بلاسينتا، الفول تيرم بلاسينتا بيبقى شكلها عامله ديسكويد كمثريه، الديامتر عفوا ديامتر من 15 ل 25 سنتي والثيكنس 3 سنتي والوزن من 500 الى 600 جرام. هذا الفول تيرم بلاسينتا. عند الولاده بصير لها تيرن من اليوتراين وول، بتطلع حوالي 30 دقيقه بعد ما
الطفل بيولد. بعد الطفل ما بيولد بتنزل هي بعد بحوالي 30 دقيقة. لو اطلعنا على السلايد اللي فات هنلاقي صورة كاملة زي ما شرحنا عليها للبلاسينتا في السلايد اللي فات. وبهيك بتكون انتهت محاضرة اليوم، واللي كانت عبارة عن الجزء الأول من الفيتال ميمبرينز اند بلاسينتا، وهنستكمل الفيتال ميمبرينز اند بلاسينتا إن شاء الله في المحاضرة القادمة.